وللحديث أكثر عن الفوضى القانونية وغياب العدالة في ظل مخاوف المعتقلين السابقين من العودة إلى ديارهم، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق السيد علي القيسي. أهلا بك معنا سيد علي. أهلا، بارك الله فيكم. أهلا بك سيد علي. بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن العشرات يواجهون خطر الاعتقال مجددا دون سند قانوني. برأيك ما هي المخاطر التي تواجههم فعليا، وما هو السند القانوني لإعادة اعتقالهم؟ أولا، هم ليسوا عشرات، العشرات فقط الموجودين بهذا المخيم. هذا يعني أمر نعلم كليتنا. وعملية الاعتقال تمت في وقتها، طالت يعني نستطيع القول آلاف من الأشخاص. وفي بداية الهبة التي حدثت في ما تسمى بدخول داعش إلى المحافظات السنية، وخصوصا المحافظات المحيطة بإقليم كردستان اللي تشمل ديالى وكركوك والموصل، عمليات الاعتقال في وقتها نحن كنا نرصدها وعلى تواصل مع كثير من الجهات، حتى منظمات إنسانية في كردستان. كانت تتم عمليات الاعتقال بشكل عشوائي في بداية الأمر، وهذا الأمر استمر للأسف. يعني المشكلة الآن هي أن هؤلاء الناس اللي سواء العرب السن الموجودين في كردستان أو بالمناطق المحيطة في كردستان أو ما تسمى بالمناطق المتنازع عليها وغيرها، أصبحوا يعني بين مطرقة طائفية الحكومة وميليشياتها وسندان عرقية الأحزاب الكردية وسلطاتها. هذه كارثة حقيقية. أما مسألة إعادة محاكمتهم أو إعادة اعتقالهم فالأمر يعني كارثي، لأنه يعني حتى التقرير يذكر أن الدستور العراقي لا يسمح باعتقال شخص على نفس التهمة مرتين من يعني في منطقة في نفس البلد، وإن انفصلت المناطق يعني سواء في شمال أو وسط أو جنوب العراق. لكن الكارثة أن هناك محاكمات لأربع أو خمس مرات تتم. جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل ويحاكم، الحزب الشعبي يعتقل ويحاكم، حزب جلال الطلباني يعتقل ويحاكم، حزب مسعود سيد علي. يبدو أننا فقدنا الاتصال. سيد علي تسمعني؟ نعم نعم أسمعك. طيب سيد علي، يعني في ظل هذا التقرير الذي أطلقته منظمة هيومن رايتس ووتش، ما هي القيمة الحقيقية لمثل هذا التقرير، وما هو وقعه في المجتمع الدولي لربما؟ لا شك أن تقارير هيومن رايتس ووتش والأمنستي وغيرها من المنظمات الدولية مهمة في هذا الأمر. وأنا أعتقد أن المشكلة الأساسية الآن تكمن في أن الحكومة العراقية يجب أن ترسل يعني ممثلين أو أشخاص أو جهات تمثلهم، لأن هؤلاء الناس أكثر ما يحتاجون الآن هو الوثائق. أغلب هؤلاء الناس الموجودين في كردستان الآن أو في هذا المخيم وغيره من الأماكن، بل أستطيع القول أن يوجد الآلاف منهم في كردستان من خارج المخيم لا يملكون وثائق. يعني سواء الذي خرج يعني في ذلك الظرف أو الوثائق يعني صار بها تغيير واعتبرت غير مقبولة وغير مصدقة، لا يستطيعون لا تصديق الوثائق ولا الحصول على وثائق جديدة. هذه المشكلة. عملية عدم اهتمام، يعني عدم اهتمام الحكومة في هذا الأمر. الحكومة تعلم جيدا في هذا الأمر، لكنها لا أقول مقصرة أو لا تعلم، الحكومة تتعمد، وأنا أكرر الحكومة تتعمد إبقاء الوضع لهؤلاء على ما هو عليه بسبب طائفيتها وتغييرها الديموغرافي اللي تمارسه. وأغلب هؤلاء الناس بيوتهم وأراضيهم الآن يتم الاستيلاء عليها من ميليشيات
وأحزاب معروفة في تلك المناطق. نعم، يعني المعتقلون هناك معتقلون بطبيعة الحال تمت تبرئتهم من تهم الإرهاب والانتماء لتنظيم داعش، ومع ذلك تمنعهم السلطات في أربيل من السفر. يعني هل يتوافق ذلك الإجراء مع المواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الإنسان برأيك؟ يا سيدي، المواثيق والعهود الدولية تسمح للإنسان بالسفر إلى أي دولة، والأمر يعني هنا هؤلاء الناس داخل العراق، ثم ظروف اعتقالهم في البداية لم يكونوا متهمين بشيء. نحن كلنا نعلم أن حين دخلت داعش إلى الموصل وإلى كركوك وإلى مناطق من دهوك، يعني محاذية لدهوك، بدأت حملات اعتقال عشوائية يعني لكل العرب الموجودين هناك الذي لا يعملون، يعني لم يدخلوا عن طريق، لم تكن قضية الكفيل يعني في وقتها مفعلة بقوة، ولذلك تم اعتقال ناس وجمعهم من الشارع ومن السيارات ومن نقاط التفتيش ومن مناطق التجمعات الاعتيادية، ومن أنا أعرف أشخاص تم اعتقالهم من المستشفى، كانوا في رحلة يعني علاج، عائلة في رحلة علاج مكونة من أب وأم وثلاثة أولاد، أحد الأولاد كان في ذلك الوقت عمره 13 سنة، وهذا أطلق سراحه سنة 2018 ولحد الآن لا يمتلك أي وثائق ولا يمتلكون أي شيء، حتى أثناء اعتقالهم فقدت وثائقهم. هم أساسا ليس متهمين. طيب إذا بناء على ماذا، يعني ما هي الصيغة القانونية التي يتم منعهم بناء عليها من السفر؟ أساسا تم اعتقالهم أو توقيفهم كإجراء احترازي في وقتها، وأفهموا في ذلك يعني لم يكونوا متهمين بشيء، هذه هي المشكلة. ولذلك الأمر يعني أنا نتواصل الآن مع الأخوة في كردستان، ونتمنى أنه البرلمان الجديد، يعني نعرف هناك أشخاص لديهم اهتمامات بحقوق الإنسان، نتمنى أنه هذا من خلالنا ومن خلال المنظمات الإنسانية والخيرين ومن خلال المنابر الإعلامية اللي مثل منبركم أن يتفهمون يعني هذا الملف. أما الاعتماد على الحكومة فللأسف الحكومة غير يعني لا يعول عليها الآن، ورجوع هؤلاء الناس إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وميليشياتها أيضا، يعني الآن كل حزب وكل منظمة وكل ميليشيا لديها قوائمها، ولدينا أكثر من يعني أجهزة مكافحة إرهاب في كردستان، أجهزة مكافحة إرهاب أستاذ علي، يعني إذا كانت تهمة الإرهاب هي تهمة مسبقة التجهيز لتفريغ المدن من أهلها الأصليين، ألا يعد ذلك بحد ذاته لربما جريمة ضد الإنسانية؟ لا شك أنه كل عربي سني في العراق، في عموم العراق، في كردستان ويعني ليس استثناء، في كل العراق الآن كل العرب السنة توجه إليهم هذه التهمة زورا وبهتانا وظلما. ولو كان يعني هذا أمر يعني أصبح مفروغ منه، كل عربي سني الآن متهم في هذا الأمر وما يجري في محافظة الديالة خير دليل الآن وفي المقدادية. هذا من يعني مصطلح الأبرتهاي أو التمييز العنصري، العرب السنة في العراق الآن يتعرضون لحملة تمييز عنصري لم يشهدها العراق ولا حتى كثير من دول المنطقة. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك.